وبعد فترة غياب عن الساحة الفنية رجعت الفنانة ميادة الحناوي وانتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة حلب يدها بالعتيق. ميادة الحناوي غنت لبلدها حلب بعد تأثرها شديد باللي حصل من انتهاكات وحروب عانى منها أهل حلب. ميادة الحناوي بتمهد للرجوع والظهور مرة تانية بعد فترة غياب، خصوصا أنها قامت مؤخرا بإحياء حفلة متميزة جدا في مهرجان مدينة الحمامات التونسية، وغنت مجموعة من أجمل الأغنيات اللي قدمتها طول مشوارها الفني، والجمهور طبعا اتفاعل معاها بشكل كبير. المطربة ميادة الحناوي سبق وقدمت أغنيتين وطنيتين، واحدة فيهم لسوريا اسمها يا شام، وأغنية بيروت يا عروس الشرق، والأغنيتين كتبهم الشاعر نبيل طعمة ولحنهم خالد حبيب. وأقسم بك قبل الزيتون والطور والبلد الأمين، وأقسم بك قبل الزيتون والطور والبلد الأمين، يا كل المدائن في كل المدائن في مدينة، زارك خير الورى محمد، زارك خير الورى محمد، ودعا لك يا شام يا شام كده. في 2008 قدمت أوبرات في دمشق اسمه يسلم ترابك يا شام، وشاركها الغناء فيه المطرب هاني شاكر ولطيفة وعاصي الحلاني وحسين الجسمي. تاريخ ميادة الحناوي طويل جدا، وقدمت خلاله باقة من أجمل الأغنيات، وتعاونت مع عمالقة الفن والموسيقى منهم بليغ حمدي والموسيقار محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر، ومن أشهر أغانيها أنا بعشقك وكان يا مكان ونعمة النسيان. يسلم ترابك يا شام، يسلم ترابك.